اللهم أكثر مما أفعل أنا. أرخ شتي اللهم طورك عيشة يا استعمر. أوه بالمناسبة أردت أن أسألك شيئا. بتشوف ما شوف. السلام عليكم، معكم كونغ فو. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم هو أخيرا رجعت لأندرتي بعد سحبة طويلة شي شهر تقريبا. شرحت لكم كل شي في الفيديو اللي فات، اللي باقي ما شافوش يمشي يشوفو. قلت لكم في الفيديو اللي فات نيت، قلت لكم ما بيلوح أندرتي في الكيس ساعة تاني العقل مبديتش نصورها ومش كترون ما عرفتش نسب الطريقة. دابا تشوفو فكنت لي وقف فيه صايت نصورو فيه كي الراجل، حيت نسيت واحد الحاجة ديك المواعيد اللي قلتو سميتو تعرف كاع سمياتو. اي بابا يرو نسيت انا ومشيت، كنت فين باقي غادي. واليوم رجعت ليه، غادي نمشي عندو ندير معاه الموعد ونقطع، وغادي نكمل انا داكشي اللي درتو عاد نكمل وخدم نقطع كاع انا. المهم على حسب، خليكم دابا مع الفيديو. ورجعو دابا للمواعيد ونساو شاو تاني، حيت لو وصلت ديك القنت محالي يمكن نرجع. مغاديش نرجع تاني هكا، وحنا عاد تاني رجعنا. بابا يروح كشي اللي مدرتوش كعليا رجع عندو تانا مشيت. المهم علينا، إذا لقد عدت لتحضر بموعد معي. بعد ما مشيت اللعبة تمحات لي وعاد رجعت. المهم لا بد من أنك جات بخصوص هذا. علي أنا نسيت، سأخذ لمكان مميز، مكان قضيت فيه كثير من الوقت. شو بيدي ما لا ضريع ما نضرب خبي ضرور ضرع مزيد. يلا ندخلو الموعد اللي كنا ما درناش. المهم وجات فراسي بان كاين قال لك شي مخبئ سير. يلا اي هنا موقف او كيف نحل مزيد لا يا اكبر. المهم على وقت نسيم انا ادخل دابا للمويه مع بابا. مرحبا بك في المنزل الجميل، استمتع وخذ وقتك. ضروري شوف هاد الشي كله انا ابو غلا منزل ايش هذا انا ابو غلا منزل نجدت عادة أفضل من هذا. هنا خلقتي على تقسيم السلوك وتقسيم كنت بخ هذا يعني هذا الكورة كنت فيك كنت زيادة كيف على حسن يمكن أن ملؤها بالمزيد من العظام تحت وأخذ ماشي كيف أكتب هذا جلده. هذا هو كيف نجي الناس نجمة ديالها اش كانت الكلمة تفسي هلا وقفا إذا في حياتي بعد المفتاح العرض رسم نمشي دابا لهاد البيت هادي غرفتي نتايا كنتي جاوبتي إذا مأرفة ممكن الذهاب للكافي و فعل اي ما يفعل الناس. ما يكون في الناس كيف يجب نمشي ونشوف واش بيطرا كاع نمشي ونضرب معاه ولا نمشي نشوف الباب ولا لا توجد هياكل عظمية دخيل الجامع استثنائي احياء نلقي نظرة من بعيد نشوف ما يبيش معنا بخشاك الداقي زعما ما نشوف. نضرب دابا إذا رأيت كل شيء هل تريد أن نبدأ؟
موعد. قولوا يا مصر حسنا يبدأ الموعد. بدأت المواعيد، ها نحن ذا في موعدنا. في الواقع لم أفعل ذلك سابقا، ولكن لا تقلق، لا يمكن تهجئ مستعد دون عدة أحرف من اسم بابايرو. تكلمة ما تحرف من سميتك مكينة. قد قمت بشق كتاب قواعد عن موعد من المكان. نستعد للحظة بوقت رائع لتسي يضغط على السين من أجل الواجهة. أظن أننا جاهزون للخطوة الثانية. تاني أسألهم في الموعد. يا بشري العظيم، يا بشري بابي عظيم بابي، ما في، أتريد الذهاب معي في موعد؟ أجنالك نعم، حقا، وي، أظن أن ذا كان حان الوقت للإبتعاد. ترتدي ملابس جديدة، بما أنك تهتم، خذ الملابس، انتظر لحظة، ابتداء الملابس، تلك الضمادة المعلقة عليك، أنت ترتدي الملابس الآن، ليس ذلك الوقت، وذلك اليوم كنت أيضا ترتدي الملابس، لا يمكن أن يكون الطبيب الموعد من البداية، قولي نعم، قولي نعم. ضربته؟ لا، خطط لكل هذا، أنت أفضل مني بكثير في المواعيد، لا قوة موعد، شدة، عمره، نياه، نياه، توتر في الضغط، شدة التوتر، لا تعتقد أنك غلبتني، أنا بابيروس العظيم، لم يهزم إطلاقا في موعد ولن يخسر أبدا، أستطيع بسهولة مجرد أقرأ. أنا أيضا أستطيع ارتداء الملابس في الواقع، أنا دائما أرتدي الملابس خاصة تحت الملابس العادية، فقد في حالة قام شخص بطرح سؤال لي في الملابس، راقب، كول دود، كذبة في أترك اليوم. ما رأيك في أسلوب السري؟ هذا في منزلي ألف كان إطراء سري. خصنا من الخزاب ما يشارك شيء طول العمر. مهم، مع ذلك أنت تفهم حق القوة المخفية من هذا الجزء. إذا ما قلت للتو هو باطل، هذا الموعد لن يتطور أكثر من ذلك. فلا أنا تجد سبيلا، ولكن ذلك لن يحدث. أتحرك وأفحص باستخدام هذا القميص، يقول أنك رائع، ولكنني أحسنت حالي. أصبح الخبير يمكن تحسين جميع ما بهذه الطريقة. لسانك كذلك مجرد عمل جد متبخر. بتكون في القبعات، قبعات وصل ني انتحك عليها. المهم كاكادو، حسنا اذا لقد وجدت السبب، اعتقد انه ليس جيدا، انها هدية لك انت فقط. انتحك معكرونة، هل تعلم ما هذا؟ معكرونة، هذا ما كنت تفكر به أليس كذلك؟ صح، ولكن مختلف، هذه ليست معكرونة قديمة، هذا عمل فني، المعكرونة الناعمة الوحيدة الموجودة، تم طبخه من قبل سيد الطباخين بابايا. يا بشري، حان الوقت لإنهاء الأمر، لا توجد أي طريقة لتمضي أكثر من ذلك. أوكي. أخذ قدم صغير، تغيرت ملامح وجهك، الطعم لا يوصف، ولو من تعمير معطي، لابد من أنك أحببت، جنين نافي.
الورق وبالتبعية أنا ربما أكثر مما أفعل أنا. أرخ شاتر، الله ما طورك عيشة يا ست عمر. أبشر الأمر واضح الآن، أنت تحب بشكل جنوني كل ما تفعله وكل ما تقوله. داكشي علاش كندير حنا النهاية المسالمة، داكشي حنا كلشي بناء يكون عزيز عنا، كان من أجلي. يا بشري أريد أن تصبح سعيدا أيضا، قد كان الوقت للتعبير عن مشاعري، من الوقت الذي أخبرتك به. إن أنا بابايروس، أنا يا ويلي، هل الجو حار هنا أم أدخل ذلك؟ أوه تصوير. يا بشري أنا آسف، أنا لا أحبك بنفس الطريقة التي تحبني، لا أقصد بشكل رومانسي، لا أقصد أنني حاولت بجد، فكرت بذلك لأنك تغازل معي، كنت من المفترض أن أكون معك سنوات، ثم في الموعد المشاهد سوف تتزايد، أود أن أمائي. كيفاش هاد الأمائي؟ بحال زعما كيما تدير نديت. المهم عاطفتك ولكن شد اللغة باش يهضر هذا. وأسفاه أسفاه، أنا فقير العظيم، قد فقير، لا ما فيش شي والو، شعرت بالسابق كالسابق وحده، وبدلا من ذلك بمواعدتي، قمت بأخذ بشكل عام في حب كبير لي، سجن داكن من العاطفة من دون وسيلة يارا، فستفعل ذلك لصديقي العظيم، كلا لحظة هذا خطأ، لا يمكنني أن أفشل في أي شيء، فايروس سوف أساعدك خلال هذه الأيام، سوف أستمر بأن أكون صديقك الرائع، سأتصرف كأن كل شيء لم يحدث إسراء. بعد كل شيء أن تعظمني غاية، سيكون أمر محزن فقدان الصداقة، لذا رجل أن لا تبكي لأني أريد تقبيل. أنا لا أمثلك حتى الشفاء، وأسمع يوما ما سوف تجد شخصا ما عديم مثلي، حسنا كلا دليل سوف أخيرك، ولكن سأساعدك سأساعدك ترضى بخيار الثاني. نيه وأخير أوه، وإذا أردت أن تتواصل معي، ما ورق هاتفي، يمكن الاتصال بي في أي وقت. أفلاطونية، هذا أفلاطونية، حسنا يجب أن أذهب. نيهها وأخيرا سألنا الموعد مع بابيروس العظيم، نخرج دابا نكمل داكشي اللي كنا تنديرو جديد. المهم تنوصل داك القنط ورجع ليكم قبل ما نمشيو. الشيخ نتا فروع باقي ما دارش واحد الحاجة عاوتاني معايا، تاني هي تاني نسعي غادي نقدم، ما نرجع فين غادي. ماذا ألم ترى شخصا يمتلك وظيفتي سابقا؟ ندركي لهاد الأصوات، لحسن الحظ وظيفتين تعني خرق ضعف القوانين المطلوبة. هذا بلا حالتي جيرلي، أتريد القدرة، دير إذا كنت مصرا سوف أبعد نفسي عن عملي. تعال من عرفت مختصر فيه، طيب مختصر فيه والله. مرحبا جميعا، أهلا سانس، مرحبا سانس، تحياتي سانس، مرحبا سانس، مرحبا سانس، ألم تكن هنا منذ لحظة تناول الإفطار؟ لم أحظى بالإفطار منذ قرابة نصف ساعة، لابد من أنك تفكر في وجبة فطور وغدا، هنا أرتاح. أوبس، أنت بأين تجلس؟
وبعض الأحيان أدعو غريب وأطول وسائل وبكي على المقاعد تسمى ديك الوسادة اللي تدخل الصوت. المهم عرفت إيش على أي حال لنحجز طلبك. وش تبي؟ نقعد بوردك. اسمع يبدو هذا جيد. جيل الليبي لدينا طلب متزوج من البرجر. تو بها البرجر قول يا سنسا شي مش تاوب بسرعة ديالك. إذا ماذا رأيه؟ بأخي رائع بالطبع ورائع رائع كن رائعا كذلك. لو ارتديت ذلك في يومي سأخذ فقط الشيء الذي يريده فقط. حسنا على الأقل يغسله. قدموا أنه يرتدي عندما يستهل تغسله. واو حوايج المهم ها هو يأتي القراء. تريد بعض الكاتشب؟ نقول كلا. نقول عظمة بالعناء والعافية. أنت تقلب الكاتشب. يقع الغطاء وجميع كاتشب في زجاجك. هو أبو بقول لك والله حمر. إيه انسى ذلك. يمكن أن تأخذ صحن. على أي حال أنا لست جائع. كل حال رائع أم لا يجب أن توافق أن البابايروس حاول به. أنت كيف يبقى يحاول بإذن المملح حرس الملك؟ يوما ما ذهب إلى منزل رئيس الحرس الملكي وتوسل إليه لينضم معه. قامت بغلق الباب في وجهي لأنه كان في منتصف الليل. ولكن في اليوم التالي استيقظ وشاهدته واقفا جنبي. رأيت إخلاصي قررت أن تعطيه تدريبا واحدا. الأمر لا أزال قائد العمل. بالمناسبة أردت أن أسألك شيئا. جبته ماذا شو لك؟ سمعت يوم بزارة تنطق وهي هي أول حدا بعد تقينا معه. لا نعم تقول لي كل. إذا أنت تعرف كل شيء عن ذلك. هي وزارة الصدى تنطق إنها في أنحاء مستنقع. قل شيئا لهم وسوف يكررون كلام مرارا وتكرارا. ماذا بشأن ذلك؟ قسم بابايروس خبرني بشيء مثير في اليوم التالي. في بعض الأحيان عندما لا يكون أحد في أرجاء وزارة الضرورة تهمك بأشياء إلا إطراء نصيحة تشجيع تنبؤات. غريبنا لا بد من أن شخص ما يستخدم الزهرات الصدى لتخدعك. ابقى متيقظا اتفقنا. شكرا. حسنا كانت هذه استراحة طويلة. أسفة جعلتني بعيد عن العمل كل هذا الوقت. أنت يبدي تمشي مع مالكية واش غادي. أو بالمناسبة أنا مفلسة يمكن دفع فاتورة. شحال سعره هو 10؟ أيوا ما عنديش. نقول لي لا ما عنديش. امزح امزح بضاعة في حسابي. بالمناسبة كنت على وشك قول شيء ما ولكنني نسيت. ابغي غير كنا نعمبوش كله صافي. احنا دلنا داك الشي بدال اللي شفناه. ما كنت دابا هادشي كامل نكمل اللعبة 100%. كنا دابا كملناها بنهاية أخرى. ما حنا كاع نديرو النهاية هادي. المهم شو دابا نديرو تشيك بوينت باش لا خرجنا ما يتعودناش من الأولين. ايه حفظ هادشي اللي درنا وبالي بارك عنا. هادشي جاني طويلة انا ضرني راسي كاع هاليام ها كتطرى لي. ما عليناش هادشي خلينا وما عليناش خل كيف هادي هاد الهضرة كاع. المهم احنا دابا سالينا الفيديو درنا داكشي اللي
كنا فتناه، توقع هي غادي نكملو منين كنا غادي انا نضرب هادشي طونفل تماك. هاديك بلازيل الزومبي تمحات ليا وبنت شرجة وبات يمان عاودها في الأول ديالها مومي بدات حط هادي مشكلة. يلا وصلت دابا انا العالم تاع داك اللي فيه الماسة تا بدات منه فين دابا ندوز هداك النهار عاود تاني تلي. المهم علينا غادي نحاول غادي ندير كلشي ما سبق ما نقول. المهم كون وصلنا دابا لنهاية الفيديو، ما تنساو ديرو لايك وتشتركوا في القناة وحطو كومونتير زوين. ان شاء الله الفيديو الجاي بيكون يا جيومتريا فرايد نايت، واحد منهم غادي نسبق. وقولوا لي واحد الحاجة بين زيدها في القناة، واحد السلسلة هي سلسلة الموضات تاع ماينكرافت، نحط الموضات ونحط لكم اللين ديالها وشارجيوها. كل مرة نديريكم مود جوج، المهم على حسب تنشوف التفاعل ديالكم. المهم بلا ما نكتر عليكم، يلا جود باي.